90 عائله كلهم بيشتغلوا بمجال الخضار لا لا نحن عم نحاول عدد المشاريع يكون اكثر. شعبنا بيحب الشغل، بيحب التعب، بيحب ياكل من عرق جبينه. بتضل عم تطلع عليهم حتى ايما بيصيروا ايما بيكبروا ومبسوطه كثير فيهم، بتراقبيهم بشكل مباشر. اي والله. دائما بحكي عن مشاريع زراعيه وانه لازم يكون في عندنا مشاريع تحقق لنا الاف الدولارات، ولكن اليوم رح نحكي عن مزيج من المشاريع اللي هي بتحقق كثير من الامور، بتحقق الاكتفاء، بتحقق شغله نحن طلعنا 12 سنه من 12 سنه طلعنا كرمالها، كرمال نحققها اللي هي تابعونا لتعرفوا. رح احكي اليوم عن اهم المشاريع الزراعيه في المنطقه اللي بشوفها انا الرائدي في الشمال المحرر. الرائدي مو لتنوع المزروعات اللي فيها الخضار الصيفيين كانت البندوره او الفريز او الخيار، لا، لانه بتحفظ للانسان السوري كرامته، والاهم من هيك انه بتحفظ للارامل وزوجات الشهداء، نسال الله تعالى يتقبلهم جميع، تحفظ لهم كرامتهم. ونحن ما لازم نكون واقفين جنبهم بس بمساله الكفالات ومساله الدعم، لا، واجبنا انه نحن نقوم في اعمال. هي الاعمال اللي هلا رح نشوفها ورح نتعرف على تفاصيل اكثر ضمنها اللي بتحفظ لهم كرامتهم وبيعيشوا فعلا. الناس اللي قدمت شهداء والناس اللي كان عندها شهداء نحن ما رح ننسى عوائلهم ابدا. رح نحكي هلا بشكل تفصيلي عن الزراعه الموجوده، عن الآلي، عن كيف الناس عم تشتغل هون وكيف عم تحقق الدخل والمردود الذاتي ان كان لها ولا للناس القائمين على هذا العمل. هلا ابو العبد، انا شايف هون الزراعات خلينا نقول هي تقريبا في منها جديد على المنطقه مثل زراعه الفريز. زراعة الفريز أنت كان عندك خبرة مسبقة فيها ولا تم التجريب ولا كيف تمت الزراعة بالنسبة للفريز؟ والله هذا المشروع نحن كنا عم نشتغل فيه بتركيا، بالمنطقة اللي ساكن فيها بتركيا. نحن هذه المنطقة كتير مشهورة بزراعة الفريز، حبينا ننقل هذه الفكرة على الشمال المحرر يعني على منطقة إدلب. نحن حكينا ببداية الفيديو أنه هذا يعتبر مشروع نوعي، مشروع نوعي. أنت بما أنك حاليا المسؤول، خلينا نقول المسؤول عن المشروع الزراعي موجود في التجمع، العمل كيف عم بيكون؟ العمال من وين عم بتجيبوه هون؟ آلية العمل كيف عم بتكون بالنسبة للحصاد والقطاف؟ هذه المشاريع اللي نحن عم نقوم فيها بالمجمع هي مشاريع تشغيلية للعوائل الموجودين عندنا بالمجمع. نحن عم نعمل هالمشاريع حتى هالعوائل وولاد العوائل اللي موجودين ضمن المخيم ضمن المجمع هن يشتغلوا بهالمشاريع مثل الفريز، مثل البندورة، مثل اي مشروع. اول شغله نحن بإدلب الخضراء، نعم، بلد الزراعه، يعني هالمساحات من الزراعه من الاراضي لازم نستثمرها بالزراعه. هالمشاريع اللي نحن عم نقوم فيها هالمشاريع ما اخترنا شيء موسمي، شيء صيفي او شيء ينزرع بالصيف نوع او بالشتاء نوع، ولا مره واحده، لا، نحن حاولنا نختص. هلا انت ذكرت انه عندنا التجمع هو فيه 90 عائله، 90 عائله كلهم بيشتغلوا بمجال الخضار لا لا والامور هي. نحن عم نحاول عدد المشاريع يكون اكثر، زراعه، تنويع، صناعه، تجاره، كل مين يعني حسب اختصاصه، حسب البيئه اللي كان عايش فيها، انه انا ممكن ما شاطر بالزراعه او ما بقدر اشتغل تحت الشمس او اشتغل بمجال الزراعه. نحن عم ندربه على شيء ثاني مثل الخياطه. نحن العوائل عندنا ما بس العوائل، طبعا اولاد العوائل هن الايتام ان كان ذكور ولا اناث، كمان عم ندربهم على موضوع الخياطه، على موضوع الزراعه. اي مشروع نحن عم نستثمره هون بمجمع اسطنبول عم نحاول قدر الامكان ان نعلم الجيل اللي طالع جديد. يعني خلاني صور هون وركز على هذا المشروع، او نحن بنشوف دائما اي حاله مثلا كان فيها تقصير بالمخيمات بغيرها فهي بتصير ترند والناس بتدعمها، ولكن هي لما بيقولوا تسكير لحاله وحده. هون اللي شفناه عدد العوائل 90، فخلينا نقول هذا التجمع الفكره انا اللي شفتها انه الاولى في الشمال المحرر، هي من ناحيه تشغيل الناس انه انت رح تاخذ سكن، ولكن بالمقابل انا رح بعد عن مساله ايش، مساله السله. حاولنا انه هالعائلات اللي عنا يكونوا اصحاب شغل، يكونوا اصحاب عمل بالمستقبل. نعم. اليوم الجمعيات مانا مستمره بالدعم، ما حدا دايم لحدا. هالعوائل احسن ما ينطروا الكفاله، لا، خلينا نامن لهم فرص عمل، يكونوا اصحاب شغل مع الايام، يكونوا لو راحوا على مناطقهم، لو راحوا على بيوتهم، لو راحوا على أراضيهم، هالشغل بيضل معهم، هو لإلهم. شيء مهنة جديدة تعلموها. بيزرعوا وبيضيعون، إن كان بمشغل الخياطة، أي أخت
فينا تاخذ ماجينتين تشتري ماجينتين بقلب بيتها تشتغل وتعيش منه. نعم. هذا الموضوع ما موجود منه. كل الناس بتتمنى هيك يصير عندها، كل المخيمات بتتمنى يكون عندها فرص عمل للعوائل اللي عندها. زراعة ضمن البيوت البلاستيكية اللي شفتها محققة نجاح أكثر بكثير من الناس اللي عم تشتغل، فهذا الأمر بيعطي للناس إنه يا أخي إنه أنا في عندي مو بس كمنظمة أو كجمعية قائمة، لا في اجتهاد بالعمل، في ما شاء الله يعني كل شيء رح يشوف هلا رح يلاحظ الإبداع في العمل، رح يلاحظ الإبداع بكل شيء موجود فيها، وهلا رح ننتقل البندورة لحتى نشوف كمان أكثر وأكثر ونحكي عنها شوي. ما شاء الله يعني حتى الشتولي اللي شفتها هي متميزين كانت عن الزراعات ضمن البيوت البلاستيكية أو حتى الزراعات المكشوفة، كمية الإنتاج، الأوراق، قلة الأمراض، ما فيها أمراض، يعني خليني أقول نسبة الأمراض والفطرية أو الحشرية تكاد تكون صفر. هاي الشتول منين جايبينها أنتم؟ زراعة هون ولا كيف؟ هاي الشتول نحن جايبينها من تركيا. أيوة. شتول مجربة، شتول هجينة. أنت جبت الشتول ولا بذار وزرعتها هون؟ لا، نحن جبنا الشتول. إن شاء الله راح نجيب البذار ونطلع الشتل عنا. تبارك الرحمن، يعني حتى البندورة ما شاء الله حبتها متميزة. كيف أسعارها؟ والله الحمد لله نحن بمشاريع البيوت البلاستيكية عم ناخذ أحسن سعر بالمنطقة. في كذا مشروع نحن الحمد لله أحسن سعر عم ناخذ. ما شاء الله الحبة ماكنة احمرارة ممتاز، حجم الحبة كويس. ما شاء الله النمو جيد عندك جدا، يعني حتى بالشتلات شايفهم نسبة الأمراض خفيفة فيهم والنمو فيهم ممتاز. أخي أبو بكر، هذا زراعة الفريز، كل ما زرعت بالوقت المناسب كل ما أخذت محصول أحسن. هذه لأني مزروعة هالنبتة بالوقت المناسب لك نطلع عدد عنائيد أكثر من ومسكنا العنقود لحتى الناس تعرف شو هذا يعني عنقود. هذا عنقود الفريز. نعم. هذا بيطلع زهر، طبعا بيطلع زهرة صغيرة وزهرة كبيرة. تمام. وزهرة وسط، ما بيطلع نفس الحجم الحبة. كل عنقود كل ما زرعت بوقت مناسب أكثر، كل ما كان جو مناسب أكثر، كل ما أخذت إنتاج أكثر من الشتلة. يعني ما شاء الله بالتنوع نحن بنشوف على اليمين وعلى اليسار كلياتها جناين، يعني ما شاء الله بنفس الجنينة عم نلاقي الكوسة، الملفوف، الفاصولية، البندورة، البقدونس، الجبس. في اختلاف هون، يعني عم شوف انا مثلا في منهم بيزينها شوية ورد، في منهم لا بيكون مثلا حتى العصفر زارعينه. هون انتم بترشدون انه لازم تزرع هيك ولا هذا مجهود شخصي بالنسبة للناس؟ لا، بالنسبة للجنينات نحن هذا مجهود شخصي من العائلات، كل عائلة شو بتحب تزرع عم تزرع وتاكل، تستفاد من الجنينة، يعني ما تضل اضطراب بس، لا عم يزرعوا عصفر ما شاء الله، عم يزرعوا درة، عم يزرعوا بقدونس، عم يزرعوا يعني ما شاء الله حتى تماما، يعني حتى المساحات الموجودة هي على صغرها، ولكن حتى الموجودة هي زراعة تحميلية. يعني حتى ولو شفنا هون الملفوف هلا زنزلنا على السوق ما راح نلاقي الملفوف، البطيخ ما شاء الله، الجبس، البندورة، يعني فواكه وخضار. والأهم من هيك يعني أنا عم شوفه حتى بالأشجار، تنوع الأشجار الموجود، يعني حتى الأشجار أنه ما مخلين، خلين نقول حبة تراب إلا ما مستقبلينها. أكيد أكيد هذا الموضوع كتير ضروري بالنسبة لأن أنه ما نخلي يبين التراب الأحمر بالنسبة للمواسم الزراعية الصيفية. تمام. وبالنسبة للجنينات بشكل عام نحن زرعنا لهم فيها نصب فواكه، دراء، خوخ، تين، مانجا، بالإضافة للزيتون. أبو العبد، هلأ أنا بدي أسأل، المشروع هذا قديش صار له بادئ؟ هلأ هذا المشروع رقم قياسي 2.5. ما شاء الله 2.5، يعني هلأ مع 2.5، ولكن يعني خليني أقول أنه نحن أول من صورنا فيه المفروض يكون هذا مثل ما كثير من الحالات أو كثير من الناس بتصور، إن كان إنجازات بسيطة. أنا بالنسبة لي هذا الأمر بعتبره ترند لازم يوصل للناس كلها، أنه ما شاء الله نحن في عنا بالمنطقة وهي منطقة ريف إدلب شغل وترتيب على هذا الأمر بالزراعات والاكتفاء الذاتي للناس، وأنه الناس يكون عندها مدخول وتحقق شيء، خليني أقول تعيش حياة نفس اللي كانت عايشتها سابقا نوعا ما، لبين ما الله عز وجل يفرجها وترجع الناس على دورها. يعني للأمانة هذا موضوع أنا فخور بنفسي إنه أول ما نصور للأمانة. الله يبارك فيك أخونا أبو بكر، نحن إلنا الشرف إنه أجيتوا لعنا، وهذا النجاح للكل. نعم. ما بس نجاح للعائلات، ما بس نجاح للجمعية، ما بس نجاح لأننا كأشخاص، لا، هذا نجاح للمنطقة. لازم أي شخص يكون عنده اهتمام بهيك أمور، اهتمام بالزراعة. نعم. اهتمام بالمساحات اللي موجودة بين إيده لحتى يقدر يستفاد منها قدر الإمكان.
ونحن ولو شفنا هون يعني الأزهار الموجودة ما شاء الله، يعني حتى المنظر طلع الجميل بالنسبة للبيوت وللمنزل ما شاء الله، أنواع الورود كتيرة. إذا قلت لك أنت أبو العبد، إيش رسالتك تعطيها للناس اللي خليني أقول اللي بدها تدعم، اللي جاي لتدعم أخي أنا بدي أدعم ببناء مخيم أو غيره، بتريد هاي التجربة تتعمى يصير نفس هاي الترتيبة؟ أكيد أكيد أكيد، رسالتي بحب توصال أنه زمن كرتونة الإغاثة ما بدنا إياه، بدنا زمن العمل، زمن تأمين فرص العمل. شعبنا ما شاء الله معطاء، شعبنا بيحب الشغل، بيحب التعب، بيحب يأكل من عرق جبينه. نعم. بتمنى المشاريع تكون موجودة بالمنطقة بشكل عام. البرنامج اللي هلأ أنت عامله هالبرنامج يكون تريند، إذا المشاريع الناجحة بتصير تريند مثل المشاريع الإنسانية ما بتصير تريند، إن شاء الله بيستفاد ريف إدلب، بتستفاد إدلب كلياتها بهالموضوع بهالمشاريع. إن شاء الله إدلب وشمال المحرر كله بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. الله يكرمك. كيف حجي شو أخباري؟ ما شاء الله، يعني أنا شايف ما مخلي نوع ورد نوع خضروات إلا زارعتيها، الاعتناء فيه بشكل يومي، بتعب تتسلي يعني هذا الأمر. والله أنا بحب الزراعة. بحب الزراعة من زمان. ما عندنا محل نزرع، بس هلأ هون صار النمجة. تشتغلي فيهم أنت اللي حدا بيساعدك؟ لا والله أنا بشتغل صبحي وعصري لكيف؟ عطول تسلاي لألك. ايه. الله يكرمكم يا الله رب. الله يسلمك يا رب. اي والله يسلم. مبسوطة كتير بهالزرع. ما شاء الله، يعني هو دائما الخضار هو بيريح العين. بتضل عم تطلع عليهم لحتى ايمت يصيروا ايمت يكبروا، ومبسوطه كثير فيهم. بتراقبيهم بشكل مباشر؟ اي والله. ايوه مبسوطه فيهم. يعني عن جد حقيقي يعني. مبسوطه فيهم؟ كثير. ابدا. اي والله. الله يسعدك يا رب. الله يسلمك. هلا انا ما كثير يعني بفهم بالزراعه، بس يعني مثلا ورد شغلات هيك بسيطه، كام شتله كام شغله هيك. كلهم جايبتيهم؟ ايه يعني. من كل نوع هيك كام شتلة ما شاء الله مخصصة هون للورود، الطرف الثاني حتى زارعين عصفور عطر الليل العطري ما شاء الله، يعني منوعين بكل شيء. ايه اي والله بحب الورد. الورد بينحب. الله يسعدك يا رب. الله يسلمك يا رب. خلص يا بابا. هلا انا شفت هون انه انت من اللاذقية ما هي؟ طيب اللاذقية عندهم مشروب مفضل، نحن ما كنا نشرب هون بإدلب، الميرامي. ايه زارعينه انتم ولا ما كنتوا زارعينه؟ ليش؟ ما في ما شاء الله ما ضل. خلاص لك مني انا بجيب لك شتله ميرامي. والله ما بقول شيء تكرم ابدا. نحن هون ما كنا نزرعها سابقا، ولكن هلا صار في زراعات لها، ولكن يعني اكثر شيء بشوفه كان باللاذقية اللي بيشربوها اكثر شيء. والله هي كويسه للمعده كثير كويسه ان شاء الله. ذاكره كويسه باذن الله بتوصلك لهون ان شاء الله مني. الله يكرمك يا رب. الله يسعدك. هي كانت حلقتنا لليوم، والله صورت بهذا التجمع يوم واثنين وثلاثة ما رح احسن اعطيه حقه، الناس اللي هون اللي عايشين عايشين كأسرة وحدة، مثل ما شفنا من الشغل من التوزع الموجود ان كان بالنسبة للنباتات للزهور للخضار الموجودة للعمل، الناس القائمين عليه والله انا ما فيني اقول عليه تجمع الا ما فيني اقول الا عائلة وحدة، نسأل الله تعالى الفرج للجميع والناس. هي رسالة للي بدك تدعم ويكون عندك فعلا بدك تقدم لأهلك وبدك تقدم للناس الموجودة هون، فقدم هيك نماذج. السلام عليكم.